النهاردة كان التدريب الأخير لفريق النادي الأهلي قبل ما يتوجهوا لتنزانيا عشان يواجهوا سيمبا التنزاني. إن شاء الله اللقاء ده هيكون يوم 12 الحالي. فمعنا دلوقتي فاروق صلاح مراسل قناة النادي الأهلي، كان متواجد النهاردة في التدريب الصباحي على ملعب مختار التتش. مساء الخير عليك يا فاروق، عايز أعرف منك أخبار تدريب النهاردة وأهم الكواليس اللي حصلت وأكيد الحالة النفسية والمعنوية استعدادا للقاء القادم الأفريقي قصاد سيمبا التنزاني. مساء النور عليك يا شيماء وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. طبعا قدر النادي الاهلي بنقفل ونطوي صفحه البطوله المحليه والدوري ونبدا سريعا ثاني يوم ان احنا نفكر في البطوله الافريقيه والاستعداد لمواجهه سيمبا التنزاني على ملعب بنجامين مكابا زي ما حضرتك قلت يوم الثلاثاء القادم يوم 12 باذن الله. المران ابتدى النهارده كان يعني الاقصى اول حاضرين للملعب النادي الاهلي كان مستر لاسارتي واليخاندرو. المران ابتدى الساعه 10:30 واستغرق لمده ساعه ونصف، ابتدى بمحاضره في منتصف الملعب مستر لاسارتي مع لاعبي النادي الاهلي. طبعا اتكلم على بعض الامور الفنيه الخاصه بمواجهه حرس الحدود بالامس وايضا تحفيز اللاعبين لمواجهه سيمبا التنزاني ومباراة مهمة جدا وأهمية وقيمة المباراة. ثم محاضرة أيضا ألقاها الكابتن سيد عبد الحفيظ على اللاعبين من أجل العامل النفسي اللي أضفى أمر على لعيب النادي الأهلي والحالة النفسية وارتفاع الحالة النفسية ونوع من السعادة على لعيب النادي الأهلي. الأمر الخاص بتجديد عقد علي معلول وكريم ماهر، الأمر ده كان فارق جدا مع اللاعبين النهارده في التمرين واللاعبين مع بعض في النهارده في التمرين. اعتقد الامر ده ادى دافع معنوي ونفسي للاعبي النادي الاهلي. ثم المران ابتدى بعد محاضره المستر لاسارتي والكابتن سعيد عبد الحفيظ مران استشفائي طبعا للمجموعه الاساسيه اللي شاركت في لقاء حرس الحدود بالامس. كان في تاهيل للمصابين وليد ازار ومروان محسن مع مخطط الاحمال اليخاندرو. انتظم في المران محمد هاني بعد غيابه عن لقاء الحرس. ثم ابتدى الجمل الفنيه والامور الفنيه خاصه بالتمرين عباره عن التمارين على الاستحواذ والتسليم والتسلم وكيفيه استغلال الكرات الثابته وضرب مصياده التسلل. وانتهى المران بتقسيم اللعيبه المجموعتين والامر تم في بعض يعني زي ما قلنا حاله من الحاله النفسيه العاليه ما بين اللاعبين وجاهزيه كل لاعبي النادي الاهلي ان شاء الله لتحقيق انتصار على فريق سيمبا. كان حسام عاشور وسعد سمير اجرى الاثنين اشعه لتحديد مدى لحاق كل منهم بمباراه سيمبا. اثبتت الاشاعه عدم قدره حسام عاشور على السفر واللحاق بالمباراه. تم ضم سعد سمير للقائمه من اجل محاولات تجهيزه ان شاء الله ان هو يكون موجود في مواجهه سيمبا التنزاني. يعني لو هنستعرض معاكي برضو القايمه اللي ضمت شهدت عوده هشام محمد واسلام محارب ومحمد شريف وياسر ابراهيم عقب انتهاء المران. اعلن المستر لاسارتي قائمه الفريق ضمت محمد الشناوي وشريف اكرامي وعلي لطفي في حراسه المرمى. صحيح. خط الدفاع محمد هاني، سعد سمير، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، علي معلول، محمود وحيد وايمن اشرف، عمرو السليه، كريم ندفد، حمدي فتحي، اسلام محارب، ناصر ماهر، حسين الشحات، محمد شريف ورمضان صبحي، هشام محمد، جونيور اجاييه وصلاح محسن. زي ما قلت لحضرتك حاله السعاده، حاله الثقه اللي عند لاعبي النادي الاهلي، الحاله النفسيه العاليه اللي عند لاعبي النادي الاهلي كان امر مميز جدا في النهارده في التمرين. حاله الجاهزيه اللي عليها طبعا استبعاد وليد ازارو ووليد سليمان ومحمد نجيب ومروان محسن وحمودي لظروف الاصابه. النهارده في المران في النادي الاهلي الجميع في حاله سعاده للانتصارات في الفتره الاخيره. ايضا القرارات اللي اصدرها مجلس اداره النادي الاهلي النهارده في اجتماع طارئ، جو جوه النادي الاهلي وكل مكان جوه النادي الاهلي حاله من السعاده، حاله من قوه وهيبه وشخصيه النادي الاهلي. أكيد. بشكرك جدا زميلنا فاروق صلاح مراسل قناة النادي الأهلي، كان متواجد النهارده الساعة 10.